انا بوقت الوقت حضرتك شايف ايه اللي بيحصل دلوقتي وايه اللي هتبقى التصعيدات اكتر الثوره ماشيه في طريقها ما حدش قادر يوقفها هي موجه وممكن تكتسب باذن الله وهنتواصل وهتكون كلمه وزير وطن ايه توقعاتك ليوم 30 بقى؟ انا مسمي يوم 30 يوم القيامه للثوره المصريه شايف انه ممكن يتغير؟ ان شاء الله